الاكسس فيرتبري، ايه تعريف البيديكل؟ فهو التعريف الصح بتاع البيديكل هو الجنكشن ما بين البوستيريور بارت اوف ذا فيرتبري والانتيريور بارت اوف ذا فيرتبري. الانتيريور بارت اوف ذا فيرتبري ده متمثل في البادي نفسه، والبوستيريور بارت اوف ذا فيرتبري متمثل في الارتيكولار بيلرز واللامينا والسباينس بورس. تمام؟ طيب والاسمس ما بين التو فاسيتس، فين الارتيكولار بيلر؟ في الارتيكولار بيلر يعني هو العظم اللي شايل الفاسيت اللي فوق والفاسيت اللي تحت. فهو في الارتيكولار بيلر نفسه ما بين هو في الجنكشن ما بين السوبيريور فاسيت والانفيريور فاسيت، مش كده؟ حد يقول لي ايه الكاركتر بقى في سيت مين؟ يعني حد يطلع لي لا ماشي، ما هي الاودونتويد، بس انا عايز اقول يعني ما بين، يعني حد يطلع لي البارز انتر ارتكيولاريس في سيت مين والبيديكل في سيت مين؟ في في يعني في كل الفيرتبري بعد كده، حتى بما فيهم باقي السيرفايكل، السوبيريو ارتكيولار فاسيت كده مش كده، والانفيريو ارتكيولار فاسيت كده، بس اللاترال مس عامله انكلينيشن 45 درجه، انما هم كده يعني، ده السوبيريو وده الانفيريو خلاص. فاللاترال مس اقدر اعتبرها ايه؟ بارس بالظبط كده، اقدر اعتبرها بارس خلاص. والسيرفايكال البيديكل فيه بيبقى ضعيف جدا، تمام؟ فعشان كده اقدر اقول اللاترال ماس سكرو هو اسمه بارس سكرو خلاص. في سي 2 لما تبصوا على سي 2 عندكم هتلاقوا فيها حاجه غريبه جدا، لانه هي الفيرتبرا الوحيده ان الاثنين ارتيكل بروسس مش في تقريبا في السيم لاين. يعني في الفيرتبري، في الفيرتبري اللمبر مثلا، الانفيريو ارتيكولار بروسس كده والسوبيريو ارتيكولار بروسس كده، الاثنين ان ذا سيم لاين، في الجنكشن اللي ما بينهم ده البارز انتر ارتيكولارس، اللي لو حصل له فراكشر يبقى سبوندولوليسيس مش كده؟ فالاثنين ان وان لاين خلاص. سي 2 لما تيجي تبص عليه عندك في البيت هتلاقي السوبيريو ارتيكولار فاسيت انتيريوري، لانه ريليتد للبادي الدنس في الوسط والبادي موجود، وهنا سوبيريور ارتيكولار فاسيت وهنا سوبيريور ارتيكولار فاسيت مش كده، والانفيريور ارتيكولار فاسيت تحت مور بوستيريور، واخد بالك ازاي؟ وعامله كده، فاصبح الاثنين مش في كونكشن ما بينهم، ولكن نفس هذا الكونكشن هو عباره عن برضه الكونكشن بتاع مع البادي ما بين الانتيريور وما بين البوستيريور. فعشان كده طلع الكلمه اللي هي بيديكلو اسم الكومبوننت، لان هي اكشن لما تيجي تبص عليها هتلاقي البيديكل والاسمس بتعرفهم اللي احنا قلناه اباف، هما الاثنين حاجه واحده. كل ما تبقى اند انت مور بوستيريور يبقى انت بتتكلم فيه اسمس، كل ما بتبقى مور انتيريور اند انفيريور يبقى انت بتتكلم فيه بيديكل خلاص. انما اكشولي الاثنين الجنكشنال ده عباره عن حاجه واحده، بس واحد هيبقى الدايركشن بتاعه كده، لانه ما بين الانفيريو فاسيت والسوبيريو فاسيت اللي بعاد عن بعض كده، واحد هيبقى الدايركشن بتاعه كده اللي هو ما بين الفاسيتال اريا وما بين البادي. باكد على الكلام دوت ليه؟ عشان البارز سكرو والبيديكل سكرو في سي 2. سي 2 فيها تسمع عندك ان في حاجه اسمها بارز سكرو وفي بيديكل سكرو. البارز سكرو اللي احنا اتفقنا انه هيبقى الدايركشن بتاعه كده، هو اكشولي الحقيقه هو عباره عن سي 1 سي 2 فاسيتا السكرو يعني. فاسيتا السكرو اللي هو بيبقى داخل ما بين، بدخله من هنا كده هو واطلع بيه لحد ما بدخله من عند الجنكشن بتاع سي 2 وسي 3 فاسيت، وامشي بيه يعدي لي الفاسيت ما بين سي 1 سي 2 يمسك لي التو فاسيتس دول مع بعض، ده اللي هو ترانس ارتيكولار سكرو او سي 1 سي 2 فاسيت. هو تقريبا هو هو بالظبط البارس، ولكن ما بوصلش ان انا اعدي الفاست، وبالتالي نفس الانتري بوينت ونفس التراجكتوري بتاعه ولكن اقصر. هنا انا السكرو بتاعي حوالي 18 ماكسيمم، السكرو الثاني يبقى حوالي 35 الى 40، ده اطول سكرو بيبقى موجود في السيرفايكل استخدمه. بخش من عند اللاترال ماس بتاع سي 2 اعدي في كل اللاترال ماس واعدي في الفاسيت بتاع سي 2 واقوم داخل كمان في الجوينت بتاع سي 1 خلاص. طب لما ده هو ده بس واحد اقصر من الثاني، واحد بيعدي الفاسيت وواحد ما بيعديش الفاسيت، ليه اتوجدوا؟ لانه عشان اعمل ترانس ارتيكولار فاسيت سكرو لابد ان يبقى فيه فول ريدكشن، لابد ان الفاسيت يكون ركب فوق الفاسيت. عملت عندي سي 1 سي 2 احد وسائل سي 1 سي 2 انسترومنتيشن او فيكسيشن تمام، فلابد ان انا اكون عملت تراكشن وحصل فول ريدكشن عشان اقدر اخش
بالسكرو من الفاسد دوت للفاسد الثاني. طب ما حصلش، حصل بارتشر ريدكشن، او الفاسد اوريدي مدشدش اللي فوق، وبالتالي مش هستفيد او مش هقدر اخش بالمسمار بتاعي لحد ايه سي 1 داترال ماس. يبقى استخدم الترانز بارس دوت اللي هو نفسه يعني ترانس ارتيكولار بس اقصر شويه، ولكن ده بنسميه مونو سيجمنتال ترانس ارتيكولار سكرو دوت. ده مش عايز احط حاجه تاني، يعني حطيت فاسد مسمار على اليمين مسك لي الفاسد جوينت بتاع سي 1 سي 2، وحطيت مسمار على الشمال مسك لي الفاسد جوينت سي 1 سي 2، خلاص مش محتاج احط حاجه تاني. انما لو حطيت ترانس اسمس سكرو دوت، انا كده حطيت المسمار فين؟ سي 2، لسه ما عملتش فيكسيشن. ما تعملش زي الناس بتوع السبونديلايسيس اللي يحطوا ايه في سي 5 ويجي في قصدي في لمبر 5 ويجي عند اس 1 الدنيا تتكسر وتتبدل، انا كهسبت اهيت وايه خلاص كده كفايه. فكده انا حطيت المسمار في سي 2 لسه ما عملتش فيكسيشن، يبقى لازم احط مسمار في حته ثانيه سي 1 في اوكس بتاع على حسب الاناتومي اللي عندي، واحط بعد كده روبس ولا بليت عشان يبقى عملت الانسترومنتيشن والفيكسيشن. في بعض الاحيان وبعض الناس يحبوا يستخدموا حاجه اسمها اللاج سكرو في الترانس ارتيكولار دوت، بس ما هوش الستاندرد اوف كير، وهنتكلم عن اللاج سكرو خليه في الاودونتويد لان ده اللي استخدمه اكتر مع الاودونتويد. طب وانت يا عبد الله لو انت بتعمل ترانس فاسيتا السكرو دوت، شكلك عمال تعقد عليها يا جورج لما وجالك فيرتيبرال ارتري انجري تعمل ايه؟ اعمل له اي حاجه ثانيه او ما اعملش خالص؟ افضل ان انا اثبت يونيلاترال فقط تقريبا وما تشيلوش. جالك هو عاده، وعاده اصل ايه ما بتعرفش انه جالك انجري غير وانا بعمل البرفوريشن الاولاني، يعني مش وانا بركب المسمار، وانا بعمل التراك بتاعه يعني يقوم جالي بليدنج جامد بتاع فيرتيبرا. في معظم الاحيان ممكن يبقى الفينس بلكسس اللي حواليه، طبعا المفروض اكون ستادينج الفيرتيبرا الارتري كويس والجروف بتاعه كويس بري اوبرتيف من السي تي. انما جالي بليدنج بروح مركب المسمار عليه دافن عليه يعني وما اعملش حاجه الناحيه الثانيه لو انا مش متاكد من الاناتومي بتاعي. السي 2 بيديكل بقى، السي 2 بيديكل احنا اتفقنا ان الجلاله كان الاسمس بتاع سي 2 وبالتالي الدايركشن زيه زي الترانس ارتيكولار بس اقصر. الترانس بيديكولار او السي 2 بيديكل سكرو هيبقى مور لاترال لانه ده التيبيكال بيديكل خلاص، فيبقى هو كانتري بوينت تقريبا فوق الانتري بوينت بتاع الترانس اسمس ب 2 مللي ومور لاترال للترانس اسمس تمام. وفي نفس الوقت ان انا بروح حدفه ميديالي لان بخش بقى هو الداخل انا مور لاترال فيحدف مور ميديالي تمام 20 درجه واب 20 درجه تمام. هي النقطه السوداء بالظبط، والنقطه الحمراء ده هي عباره عن الترانس يسمس وهي هي بالظبط هي الترانس ارتيكولر، وعلى حسب بتخلف في الطول. ده منظر الترانس يسمس اللي هو البارس بس شايفينه قصير ازاي، وده منظر ترانس بيديكولر طويل لانه بيخش لحد الترانس ده الترانس بيديكولر شايفينه لاترال ازاي وبيخش نهوت لحد البادي فيبقى طويل قوي. التاني دوت بيوصل لحد الفاسيت وما بيعدهوش، لو عدى الفاسيت يبقى اسمه ترانس ارتيكولر. المسمار الاخير اللي ممكن احطه في السباينس بروسس في سي 2 زي ما عبد الله قال اللي هو ترانس لامينر، وده بيبعدني تماما عن الفيرتبرال ارتري. وزي ما انتم شايفين انا ممكن ايفن اعمل بايلاترال بخش، انا عايز اخش في اللامينه دهيت بجيب الجنكشن ما بين السباينس بروسس وما بين اللامينه دي واخش بارلل لللامينه ده اندر فيجن بقى، ما بتبقاش محتاج الحقيقه يعني ايه ارقام وتراجيكتوري لان ده بيبقى بارلل دايركتلي بارلل لايه، وبرده اجين 3.5 مللي اللي بستخدمه. لو هعمل بايلاترال بنزل بواحد لتحت شويه وواحد لفوق شويه، دوت اللي هو داخل في اللامينه دي وده اللي هو داخل في اللامينه دي كريس كروس. ده الرد دوت هيتربط هنا اهو ودوت هيتربط هنا اهو، مش لازم كل ناحيه تربط الثانيه، انت الغرض انك تثبت الاثنين ببعض وبس. ممكن تثبيت عموما كله يونيلاترال. طب انت في اللمبر ممكن تثبت يونيلاترال، في اللمبر بيثبتوا كانوا يونيلاترال في امريكا من سنه 99. طبعا بتختلف الانديكيشن، بس الانديكيشن اللي اقبلها ان مثلا يكون تيومر واكل جزء اللاترال دوت بس وجزء اللاترال الناحيه الثانيه انتكت كويس، او ياتروجينيك انا لسبب او تروماتيك دي الناحيه دي اتكسرت والناحيه الثانيه ما اتكسرتش، فممكن اركب يوني لاترال وات ايفر السيستم اللي هستخدمه ايه. انما في السبلكسيشن والريدكشن وبثبت بعديها دايما بيبقى بايلاترال. زي ما انتم شايفين الاناتومي بتاع الدنس تقريبا اقصى حاجه حوالي يعني نقدر نقول لو 10 مللي ده ب
بيتبنى في السيف سايد سواء كان ويدز بتاعه او الهايت بتاعه، وبناء عليه عاده السكرو اللي انا بستخدمه برده تاني 3.5 مللي، ولكن اللينس بتاعه طبعا بيبقى عالي. ممكن في بعض الاحيان اقدر استخدم 2 سكروز، لان احنا اتفقنا حوالي العرض بتاعه اقل عرض حوالي 10، فانا ممكن استخدم 2 3.5، وان كان مش مستحب ومعظم الناس بتتكلم على انه هو الامن والافضل هو سنجل سكرو 4.5، تقدر تتخن شويه 4.5 مللي. تمام، وبرده اللينس بتاعه ايه؟ اللينس بتاعه احسن حاجه انك تقيس اللينس بتاعه على الريفورماتنج بتاع السي تي بتاع العيان بتاعه. تمام، وهو ده الكلاسيك تيتشنج، بستخدم حاجه اسمها اللاج سكرو. اللاج سكرو ده وظيفته ايه؟ ان هو بارشلي سيريتد سكرو، يعني بارشلي سيريتد سكرو زي ما انتم شايفينه كده، الديستال اند بتاعه هو اللي فيه سيريشن، والبرايمري اند بتاعته او البروكسيمال اند بتاعته ده ما فيهوش سيريشن. وظيفه بتاعته ايه؟ وظيفه بتاعته ان هو الغرض لما يبقى عندي تو كومبوننت عايز اثبتهم. تمام، وممكن الكومبوننت اللي ديستال اللي هو البعيد ده عندي في جاب ما بينه وما بين البروكسيمال، او من الممكن ان هو يتثبت ويخش المسمار. لو هو فولي سريت هيخش المسمار في الاثنين، انا بعمل بيرفوريشنز الاول مش كده، وبعمل بعد كده التاب بتاعي، فممكن يخش المسمار ويفضل الجاب ما بين الاثنين، يخش المسمار جزء منه في الحته دي وجزء منه في الحته الثانيه، ويفضل الجاب ما بين الاثنين موجود. تمام، عشان اضمن ان كل ما اعمل في المسمار الجزء الفوقاني ده يقرب على الجزء التحتاني لازم استخدم اللاج سكرو دوت. تمام، استخدام اللاج سكرو ده تبقى السريشن كلها موجوده في الابر بارت فقط لا غير. لو جزء من السري حتى لو هو لاج سكرو انما جزء من السريشن موجود في الابر وجزء موجود في اللور، يبقى انا فقدت اللاجنج افكت. فعشان كده برضو اللاج سكرو من ضمن الحاجات اللي انت المفروض تبقى قايسها الدايمنشن بتاعك الابر سيجمنت اللي هيخش فيه قد ايه، ويبقى اللاجنج ده ربع الطول بتاع المسمار، نص الطول بتاع المسمار، هو توفر اللي انت هتستخدمه. تمام، دي احد الحاجات الاخرى اللي بتستخدمه، وكل ما تقرب بقى كل ما يبقى جزء المور ديستال يقرب عندك على البروكسيم. تمام،